قبل ما نكتب الكتاب قالوا لنا لازم نعمل الشهادة الصحية عشان نطمن ان محدش فينا عنده امراض وراثية ولا عيالنا يتولدوا عندهم امراض. كنت خايفة بس الحمد لله اطمننا. وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن، منها مبادرة فحص المقبلين على الزواج. وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة، مصريين كتير استفادوا منها والدور عليك أنت كمان. انزل اكشف واطمن، وزارة الصحة معاك من أول يوم. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.